اسم عارف نفسك. اسم محمد محمد فراج اسم محمد محمد فراج محمد محمد ابراهيم. ايوه. مصف التحرير من 28 جمعة الغضب. طرقي ناري في البطن. ايه ده كام غرزه دي يا محمد؟ لا مفتاحه كلها. طرقي ناري وخرز. لغايه الان لم حتى يتحاكم لسه الضباط موجودين في عملهم لم محاكمات حتى كما ستر ضابطنا بالنار لم يستطع عليها بسبب حتى اللي هو عصام شرف اللي احنا مسجناه لغايه النهارده مش مفيش منه حاجه. قال لك المصابين هتوظف وهيتعالجوا. احنا مش حتى عالجنا اللي عالجنا ست رجاله اعمال هي اللي عالجتنا كلنا لولا هي كنا ضعنا. وبعدين لغايه النهارده ما فيش احكام تاجيلات نسال بسبب ايه اللي احنا مسجناه اللي هو رئيس الوزراء اللي اسمه عصام شرف. احنا الوقت في محل المحل ده ما يبقى على فلوس يستلف من ده ومن ده ويصبح اللي هو فلس هيدفع من حق البتاع اصبح البلد دي بلد الاجانب. اللي بيحصل ده احنا ما بنقبلش معاناه من حد احنا ضد اي معاناه. تاني حاجه لغايه النهارده مش جديد في البلد احنا ولا عدنا عارفين في عصر حسني مبارك ولا عدنا عارفين في عصر مين. الناس قاعد الناس استوى الشعب كله استوى اللي موجودين حتى في الميدان لغايه الان الناس بقى اللي هي الجرد احكام اعدامات اعدامات طلب كله اعدام لكن احنا شايفين دلوقتي ولا اعدام وشايفين البص البلد كل يوم بتتهار اول بكتير مش عشان الاعتصامات احنا مفيش اول حاجه مش عندنا انتاج المصانع كلها متباعه الاجانب مفيش حاجه اسمها عجله الانتاج بدل المصانع كلها متباعه الاجانب. عاوز اعرف في سبيل مين ده احنا كتير احنا على كمان ساعه بالظبط عشان في ناس ما بتعرفش تنزل دلوقتي كمان ساعه دلوقتي بص اللي لقيت على السير بيجي على العجل بيجي هنا ناس على العجل كلتنا بننزل دكاتره ومحاميين وكالات نيابه كلتنا مصابين كلتنا معانا الصنع ومتعلمين مش فينا حد مش معاه حاجه بس احنا نازلين عشان البلد. احنا كان ممكن نقعد ننفض لكن احنا بس ربنا قال لك السكت على الحق شيطان اخرس. انا قبل ما انزل افتكرت سيدنا ابو بكر الصديق اما ساب بنته وكان رايح المدينه المنوره وسيدنا ابو بكر الصديق افتكرت الكلمه دي ونزلت. انت مش معقول بقى اشوف بقى الظلم واقعد واستخبى. احنا مش احسن من حد والله احنا كلتنا بص شاب زي العسل بس عشان احنا مش محتاجين حاجه.